السحور سنة مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على السحور: تسحروا فإن في السحور بركة. ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر، وبعض الناس يعني يتعاجز من النهوض. الحقيقة أخي العزيز، هو القيام حتى في غير رمضان، حتى لو ما عندك سحور، هو القيام قبل الفجر عند السحر وقت بركة، وقت يستجاب فيه الدعاء، وقت يغفر فيه الذنوب، فهو بركة. يعني ليش فوت هذه البركة؟ فاحرص على النهوض قبل صلاة الصبح والسحور في ليلة الصيام، والله تعالى يتقبل منا ومنكم.